بنقد. أقول تقدمت لفظة وهي من حديث عمر بن الخطاب من طريق مالك بن أوس بن الحدثان عنه أنه قال إن رسول الله قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هذه اللفظة مخالفة لجل الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجماهير العلماء على جواز بيع الذهب بالورق، على جواز بيع الذهب بالورق بالتفاضل، بالتفاضل لا اختلاف في ذلك. وهذه اللفظة شذ بها فيما يبدو لي والله أعلم مالك بن أوس بن الحدثان الراوي عن عمر، وأيضا هي معلة بالوقف ومخالفة لسائر الروايات. فهذه اللفظة أراها منتقدة على الإمام مسلم رحمه الله. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على التفاضل في الذهب والورق. أعود قائلا في حديث 1584 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا في التفاضل، كأن تبيع كيلو ملح باثنين كيلو، كيلو ملح جيد باثنين كيلو ملح رديء، أو بكيلو نصف ملح رديء، أو تبيع شعير جيد بأكثر منه رديء، كل هذا محرم. هذا وهل العلة تقتصر على هذه الأصناف التي، أو هل المنع يقتصر على هذه الأصناف التي بينها الرسول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، أو أنها تعم كل ما كان على شاكلتها، العدس مثلا، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، كل هذه الأشياء التي تشابه المذكورات هل ينسحب فيها التفاضل؟ يرى الجمهور ذلك، خلافا لابن حزم الظاهري الذي يرى الاقتصار على الألفاظ التي وردت. وأقول إن النبي لم يستقصي في هذا الحديث، ولا في الأصناف كثيرة جدا، الأصناف كثيرة جدا، ومنها أصناف لم تكن أصلا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام.